الناس راه يستافدوا من التقاعد، حنا تنتكلموا كذلك على واحد 35 مليون في انتظار اخر البرنامج ديال الحمايه الاجتماعيه. اليوم اللقاء ديالنا كنحطوا يعني نسلطوا الضوء على هذا القانون المالي ديال 2022 اللي تنظن المشروع راه صادق عليه البرلمان بانه ما جاء فيه من القضيه ديال الحمايه الاجتماعيه وكذلك البرنامج التنموي، وحنا كنا اعتقاد اننا هذا البرنامج التنموي ما يمكن ليه يكون الا لكانت واحد الحمايه الاجتماعيه ناجحه، وحنا تنتكلموا على هذا التنزيل ديال التغطيه الصحيه اللي خرج وربما باقي في النقاش ديال هذا التنزيل ديال التغطيه الصحيه في انتظار السنوات المقبله، وحنا تنتكلموا على 23 24 على ما يتعلق بتعويضات على الاطفال اللي ربما تستافد منها واحد تقريبا واحد 7 ديال المليون ديال الاطفال اللي غادي يكونوا في الحاله ديال التمدرس، وكذلك غادي تكون يعني وحنا غادي نتكلموا كذلك على قضيه ديال توسيع القاعده ديال المنخرطين في التقاعد اللي غتوصل تقريبا حتى 5 ديال المليون شخص اللي غتستافد، وكذلك التامين على فقدان الشغل. هادو اشياء ربما تسطرات في واحد القانون الاطار اللي ربما تحط المتعلق ديال ما يتعلق بالجبايات. هادو ربما اشياء اللي حنا غادي نخدموا عليها كفيدراليه، حطينا الاقتراحات ديالنا، حطينا الاشياء اللي ربما مستعجله، وحنا غادي نتكلموا بان غادي يدخل هذا التعديل هذا القانون ديال الحمايه ديال القانون المالي ديال 2022 اللي غادي يمشي للغرفه الثانيه ربما للمناقشه. ما عندناش حظوظ كثيره باننا غادي نقدروا نغيروا، ولكن لابد نديروا يعني كيف تيقولوا نديروا يدينا حتى حنا، وما يمكنش نبخلوا على المخارطين ديالنا اللي هما جمعيات على مستوى 11 الجهه. يعني الطريقه الاحتسابيه ديال السنه الفارطه ربما اللي كانت خلات بعض ديال ما كانش ذاك الاقبال ديال 100%، ربما ما وصلش ل 27% وهادو تصريحات حكومي من الحكومه السابقه انها جات، ولكن هذا تيبين بان الطريقه الاحتسابيه المبالغ المعتمده واكثر من ذلك ان الناس انخرطات وخلصات وما استفدتش. بالنسبه للتجار اللي ما استفدوش تنقولوا صراحه راه حتى شي واحد ما استفد كاع اللي انخرطوا. اذا المشرع نزل هذا النظام ديال المساهمه المهنيه الموحده، كاين الاكثريه اللي مشاو فعلا انخرطوا وسجلوا، وكاين اللي مازال ما سجلش. دابا بالنسبه للناس اللي مازال ما استفدوش راه باش يكون على علم انه ابتداء من فتح يناير ان شاء الله غادي يستافدوا، وانا كتاجر انخرطت وساهمت عندي امل ان شاء الله حتى انا نستافد، لانه كاين ظروف صحيه ديالي وديال الزوجه الوليدات، راه كل واحد كينتظر هذه الانتظارات ديال جميع، وكتعرفوا بان هذا مشروع اللي عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله. اذا كان هذا واحد المشروع وطني متكامل كيهتم بالدرجه الاولى بالرفع من التغطيه الاجتماعيه الصحيه ديال التاجر، انتظار يعني الافق اللي راه جاي ان شاء الله، وليداتنا تاهما يكون عندهم المعاش ديالهم، نظام التقاعد الى غير ذلك. انا من خلال التجربه ديالي انا تنوجه النداء ديالي للجهات المعنيه خاصه الحكومه في اطار هذه اللجنه اللي عينها السيد رئيس الحكومه مشكورا، واللي غادي تعنى بدراسه يعني الملفات التقنيه الخاصه بالمساهمه المهنيه الموحده. ارجو التعجيل بايجاد الحلول والاشكالات اللي متعلقه بعدم الاستفاده ديال التجار اللي ساهموا، كذلك ايجاد الحلول بالنسبه للناس اللي يعني خلصوا يعني في البدايه الاولى وكينتظروا الشطر الثاني والثالث، هادو عندهم يعني واحد الغرامه ديال 10% خصهم يخلصوها، اللي تعطلوا ما خلصوش الثانيه، تنقولوا خص الاعفاء. ثالثا وهذا هو الاشكال بالنسبه اللي مازال ما ساهموش، تنقولوا لهم اودي اولا نداء للتجار على اساس ان هذا مصلحتهم انهم يساهموا باش ينخرطوا باش حتى هما يستافدوا من التغطيه الصحيه. ما بغيناش غدا تاجر توقع له ظروف صحيه 90% ولا 80% ولا 70%، حسب اللي بغيتي كلهم كيستافدوا وانت ما كتستافدش. ما بغيناش، تنوجه النداء ديالي اللي عنده شي تخوف يزيل هذا التخوف منه ان شاء الله، والافق ديالنا هو المستقبل ديالنا يكون ضامن للحمايه الاجتماعيه ديالنا.